هسه اللي عندنا صار، انت المؤهلات اللي وصلتك للوزاره، عندك طموح مرتب وعندك رساله ماجستير بحقوق الانسان، وهاي مو مواصفات كافيه تاهلك لهذا المنصب. فتصفه يعني حميد الهايس خريج عندما النزاعات الدوليه، تصفه علميه بيك سولف لنا عنها. يعني دكتور من مواليد 1978 اليوم وشهر يوم 9/3/1978. البرج الحوت. برج الحوت. تؤمن بالابراج؟ اكيد الابراج لها يعني دخل يعني في حركه الانسان وحياه الانسان. دكتور تسمع اغاني لو حرام؟ انا لا ما اسمع اغاني. حرام تحرمها؟ اي حرام، بالتالي انا خلفيه اسلاميه، بالتالي ما اسمع اغاني. موسيقى كلاسيكيه اسمع. دكتور انت فقط ما تسمع اغاني، ولا الحركه في صوره عامه، بصوره عامه حركه اعصابها الحق، خلينا نقول الكل ما تسمع اغاني عندكم هذا الشيء محرم؟ لا هي بصوره عامه ما اعرف اذا اكو افراد يسمعون اغاني وما يسمعون اغاني، ولكن احنا بالنسبه للاسلاميين اكيد بانه هو استماع الاغاني حرام. يسمع موسيقى كلاسيكيه، اكيد سامع القس هوفن الخزعلي باعتبار المايسترو مالتكم. زين ما تسمع القيسوفسكي؟ عند مقطوعة موسيقية تقول هدبينا يا قيس رجالك، صدق هو هدكم لو بعد رابطكم. حب الموسيقى الكلاسيكية من تسمعها لازم وياها ويسكي وسيجار، انت تشرب وياها اسكنجبيل. بس بالنهاية اتصلت وزير مؤهلات مؤهل مو مؤهلات، خلاص الناس كلت المقلب. سو صار بيهم التجربة الاجتماعية برج الحوت، هو هيفاء بنفس البرج.